بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت لكم بأفضل مكمل غذائي بالنسبة للرجال. هذا المكمل الغذائي هو دواء فرتويل، يحسن من صحتهم العامة، وأيضا يحسن من أدائهم الرياضي والجنسي وغيرها، وذلك لما يحتويه من مواد غذائية جدا ضرورية لصحة الرجل. أهم هذه المواد الغذائية هي فيتامين بي بكافة أشكاله وأنواعه، B1 B2 B3 B6 B12، أيضا الكاريتينين، وأيضا الأرجينين الذي هو ضروري لصحة الحيوانة المنوية وأيضا للخصوبة الرجال. أيضا هذا الفيتامين يحتوي على فوليك أسيد، ويحتوي أيضا على فيتامين B12 الذي ضروري لصناعة الدم أو يدخل في تكوين الدم. أيضا يحتوي هذا على الحديد الذي يزيد من المناعة، وكذلك الزنك الذي هو مهم للمناعة. أيضا المواد التي بداخل هذا الفيتامين تمنحك الطاقة والحيوية والنشاط. يستخدم هذا للرجال خصوصا البالغين وفي كل الأعمار بعدها، يعني حتى آخر العمر. أيضا هذا الفيتامين يحتوي على كو أنزيمز الذي مهم للوظائف الحيوية التي بالجسم، وكذلك أيضا يحتوي على البيوتين الذي له فوائد عظيمة لأداء وظائف الجسم الحيوية. هذا بالأخير، أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ولكم جزيل الشكر. مشاهدين الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.